انا سبع غضنفر يا عبد السود، عمار الزيادي ها مصارع الاسود. طب اسمعني اذن يا ملاعب القرود، هقطعك حتت وارميك للبعوض، وان كنت انبي انا حرس الحدود. حرس حدود؟ حرس حدود ايه؟ هو الواد ده كان عسكري في الجيش ولا ايه قبل ما يجي هنا؟ اسمع يا عمار يا زياد، وانت يا اسود يا ضب يا حجر، الحكم بينكم هيكون مهر عبد. برافو، ايه الجمال ده؟ الف 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 مبروك يا ابو سمره. ربنا يخليك. انا بقى هشهرك. ربنا يخليك يا استاذ، وهمضيك على ثلاث افلام. بجد والله يا استاذ؟ بس هتاخد مني كام يا عم الحلو؟ اللي تشوفه يا ريس ان شاء الله هتاخد 100 جنيه. هو ده الشغل يا سمير. الف مبروك. مبروك يا حبيبي. شوفنا بقى بكره واحده تتبذبذ المدام كوكا عشان جوزها بيتقمص. يا استاذ يا استاذ، انا ممكن البس حضرتك عادي؟ لا الا دي مستحيل ابوسها. ليه ان شاء الله؟ انت فاكرني يعني معرفش ابوس؟ على فكره انا اعرف ابوس كويس جدا، حتى اسال اي حد في الاستديو. انا مش هسال اي حد في الاستديو، وريحي نفسك، لو السما اتطربقت على الارض انا مش هبوسك. ليه؟ ما يغركش شكلي كده، على فكره انا ممكن حتى اقصها شويه، ولا انت مش عاجبك شكلي من اساسه؟ يا ستي انت جامده، استغفر الله العظيم يا رب، شوفي هتغلطيني وتخليني اقول ايه؟ يعني انت عشان خلاص ادوك الفيلم واتنجمت خلاص؟ يا ستي مش مساله اتنجمت وادوني الفيلم، الموضوع اكبر من كده بكتير يا انسه سميره. انسه؟ بردك اسال اي حد في الاستديو. استديو؟ طب اقتلها دي واخش النار ولا اعمل ايه؟ الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ احنا عملنا لك غسيل معده، اكيد كنت بتحاول تنتحر، الحب ده ولا ايه؟ لا لا مش موضوع حب، لا ده بس الراجل بتاع العصير اللي كنا عنده زي ما تقول يعني. لا اكيد ده حب. يا ستي مش حب ولا حاجه، ده بس يعني المانجا اللي شربها زي ما تقولي بايظه. لا اكيد ده حب. زي لو كانت بتحبك حقيقي كان لازم هي كمان تشرب السم تتقابلوا في الجنه. نفسي يا شهير اشوفك عايش احلى قصه حب رومانسيه مع واحده تكتب لك شعر، وانت كمان تكتب لها شعر. انا رايي انك تسيبك منها وتركز في شغلك. انتوا بتشتغلوا ايه؟ اكيد انت السواق بتاعه. لا 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 مش السواق بتاعه، لا بس اصل البدله شبهها شويه. لا انا طيار وانا شاعر. ايه شاعر؟ طب انا لازم استاذن، في مريض لازم اروح له، لازم ادي العندليب الحقنه. العندليب عبد الحليم علي هنا في المستشفى؟ لا العندليب الاسمر. عبد الحليم حافظ؟ طب استاذنك معلش تديلي الورقه دي. طبعا عن اذنكم. طب معلش استاذنك يعني معلش تاخدي الورقه دي كمان مني، ده عنواني مستنيكي بكره بالليل. قله الادب والسفاله دي. لا لا ده احنا عاملين حفله كده عندي في البيت والشله كلها جايه وشهير جاي ويعني مستنيينك. ها يبقى اكيد هيجي. طيب بعد اذنكم. اتفضلي. ده ايه ملاك الرحمه دي؟ ملاك الرحمه؟ تصدق قفلتني منها في ثانيه. ايه رايك يا بهير بيه؟ قلت لك يا بابا ده غير عادي، عبقري، ده مش بني ادم زينا. شايف يا بابا شكلهم منور ازاي؟ لا وصفاتهم زادت بنفسهم. اختراع مذهل يا بهير بيه. شوف يا بهير بيه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. في ناس بتهتم بالمظهر الخارجي، وفي ناس تانية بتهتم بالجوهر الداخلي. احنا بقى هنهتم باللي بينهم. مدهش، بديع، فكره هايله بجد. حتى يا بابا لو واحد عايز ينزل البحر ممكن يقلع البنطلون وينزل على طول. لا دي عفانه، دي سيبك منها. جلست والخوف بعينيها تتامل فنجالي المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. من فضلك ابعتي لي الولد اللي كتب الكلام ده. حاضر. انت انقذت حياتي. انت رايح فين؟ استنى شويه. انت في ايه ولا في ايه؟ انا اسف اسف جدا 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 اسف. حصل حاجه؟ ايه ده؟ ده ايه العسل ده؟ وكمان بتعاكسها يا روح امك. ولد انت مش عارف تتكلم مين ولا ايه؟ هو اي عيل مكني حاجه امسك فيها هيقول لي انت مش عارف بتكلم مين؟ يعني هتطلع مين يا حلاتة؟ انا منير بالخطير يا حيوان. الله اكبر الله اكبر. بشرف، شوف بشرف اللي بيتك في الحجز الليله دي. وانت بقى حبيتك عندي الليله دي؟ ها بجد؟ اتفضلي. ايه ده؟ ده العنوان بتاعي، عامل بكره في البيت حفله كده ومستنيكي بقى. ها متاخريش بقى. كابتن كابتن. نعم.
هي فيلا رقم 12 ولا 13؟ وايه الفضا اللي انتوا فيه ده؟ هي الاوتوبيسات عندكم على طول فاضيه كده؟ فاضيه؟ فاضيه ايه يا بهير؟ الاوتوبيسات زحمه جدا النهارده. دي زحمه دي؟ البلد كلها بقت زحمه. انت عارف انا سمعت ان بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في القاهره. 10 مليون في القاهره؟ انا عايز اقول لك احنا بعد 30 سنه هنبقى 10 مليون في الاوتوبيس. معاك بتاع يا استاذ. انت اخينا انت مش عارف انت بتكلم مين؟ ده ممكن يسقطك قرد دلوقتي. فرملي ابوس ايدك ما توديناش في داهيه. حضرتك انا معيش بطاقه بس انا معايا الباسبور. بس ينفع اوريه لك على جنب؟ ليه؟ بس مش هينفع اوريه لك قدامها. ايه هو يا اخويا اللي مش عايز توريه قدامها؟ باسبوري. ما انت يا اخويا. بهير. ايه ده يا شاطر؟ فاكرني مغفل؟ ضارب لي باسبور بتاريخ ميلاد لسه ما جاش. ايه ده فعلا؟ سوري بجد ما خدتش بالي خالص. بف عليا بف بجد. طب اقول لك ثانية واحدة، بص تعالى نصلحها. انا تقريبا كام سنة دلوقتي؟ بص نخلي الثمانية دي نخليها نشطبها خالص، نخليها خمسة، والستة دي نخليها خمسة برضه، انا بحب الخمسة. ها؟ ولا نخليها ستة؟ ها؟ والله يا عم دليب انا مش مصدق ان انا قاعد قدام حضرتك. يعني اسأل أنيسة شهيرة كنت لسه بقول لها عبد الحليم حافظ الله يرحمه قيمة فنية لن تعوض. قصدي ربنا يقومه لنا بالسلامة. الله يسلمك يا سيدي. عجبني قوي الكلام اللي انت بعته لي، يا ريت لو تكمل لي بقيه القصيده. قوي قوي طبعا. فحبيبه قلبك يا ولدي نائمه في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولدي مفقود مفقود. انا هكون صريح معاك بصراحة، الكلام مش قد كده. بتهزر طبعا. ما انا مقدرش اغني كلام زي ده. لا ما تقولش كده عشان هتغنيه في الاخر وهيبقى شكلك وحش قوي قدامي. اسمعني، انا عايز اغني حاجة حزينة. لا حزينتي يا عبد الحليم. بص يا عبد الحليم من الاخر، انا عايز اعمل لك كلام جديد، الحان جديدة، شكل جديد، دعاية جديدة. فكك من الجو القديم اللي انت عايش فيه ده. اذا كان كده انا ما عنديش مانع. خلاص شوف انت ايه الجديد وانا معاك. ايوه سيب لي نفسك انت بقى، انا هظبط لك الليلة دي. ليه؟ لاني معايا 4 جيجا اغاني. نعم. قصدي في شويه اغاني انا مسجلهم على الترانزستور بتاعي. سمعك انا. اسمع دي. انا لو احكي عليه انا هوصف ايه؟ وده كل ما فيه ولا في الاحلام. مدهش. كمل. يا سلام 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 يا سلام. مش تيبك دي؟ ها استنى اشوف لك انا. خد دي. يا ناري 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 يا ناري، ازاي اداري 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 اداري. بسرعة يا عبد الحليم، هو الفولدر ده كله قلش. بقول لك ايه؟ تاخد حاجة لنانسي؟ سيبوني انا ما عملتش حاجة. طريقة الفنجان ايه وكوسي الواوا ايه اللي عايزني انا اغنيهم؟ ده مجنون رسمي. برضه ضهرك يا عندليب. يا رب يا رب سامحني يا رب. يا رب انا ما كنتش اعرف ان ابويا. يا رب والنبي سامحني يا رب. بعدين يا رب يعني حتى لو عارف ان ابويا معاير ايه الادب لازم يتضرب؟ ما هو ماشي عاجز في نسوان الناس ودي امي يا رب. بص يا مضطر. بص انا عملت ايه بس؟ طب انا عايز اخش الحمام دلوقتي بقى. اخش فيه ازاي ده؟ خش يا مفتاح. خش. اعتدي على اللي بعدين الجرام. انا هعتدي عليه ليه بس؟ ده واخد مني 7 اغاني. شهير؟ بهير؟ بهير؟ شهير انت بتعمل ايه هنا؟ انا يا ابني اتربيت تربيه فاتك نص عمرك، مامي بقت خاتم في صباعي، انت مش فاهم. شهير مامي وهي صغيره جامده بس. انا مامي وهي صغيره قفلتني من مامي وهي كبيره اصلا. بقول لك ايه؟ تعرف حاجه عن واد سمير؟ انا هنا اهو. ايه الصوت ده؟ انا هنا اهو. ايه
انت مين يا عم انت؟ انا سمير اخوك يا ابني. سمير انت اشتغلت سفرجي ولا ايه؟ انا مديت ايدي على ابويا يا شهير. تعال يا حبيبي تعال يا عم انت، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انتوا تخرجوني من هنا دلوقتي حالا. انا عندي فكره جامده قوي. اكيد مش هنحضن تاني يا ابني، تعال عشان محدش يسمعنا. صايع هبل. صايع هبل ازاي؟ ودي اتعملت في مليون فيلم عربي قديم قبل كده يا ابني. اي حاجه قديمه بالنسبه لك بالنسبه لهم جديده. لانك افتح يا حصول، انا عندي مجلس مدهش مدهش جدا. مدهش خالص. مش جابوك ما تهوه. يا زنزوخه. طب وبعدين؟ ده لو ابوكم متجوزش امهاتكم يبقى ملوش لازمه الجهاز اللي بتعمل ده. ما هو كل واحد فيكم طلع لابوه زي الخازوق وبوظ عليه الموضوع، وكل واحد فيكم برضه لازق جنب امه كانها خطيبته. انتوا متخيلين الموضوع لو كمل على كده هيبقى عامل ازاي؟ ست الحبايب يا حبيبه، هي اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي. استغفر الله العظيم يا رب. لازم تروحوا الحفلة وتخلوه يتعرف عليهم، دي ما فيهاش هزار. دي يعني يا دكتور هنعرفوا عليهم بالعافية؟ أيوة طبعا، لأن كل حاجة لازم تمشي زي ما حصلت في الماضي بالظبط، لأن كل فعل هتعملوه هينعكس عليكم في المستقبل. يعني مثلا يا سمير، عربيتك اللي اتكسرت مش هتلاقيها في الألفينات، خلاص بح. شهير ها، انتوا عمالين تتكلموا في مواضيع تافهة وفي مصيبة انتوا مش واخدين بالكم منها. خير يا مال؟ تسليم المشروع بكرة دكتور. أيوة. ايه ده؟ مش عايزك تسيح، دي حاجة بيني وبينك. بقول لك ايه، انت كنت لسه بتقول دلوقتي ان اي حاجه هتحصل لنا هتنعكس علينا في المستقبل. ده صحيح. طيب نفترض مثلا يعني جدلا ان ابونا اتجوز واحده بس من الثلاث امهات، ايه اللي هيحصل ساعتها؟ يبقى الاثنين التانيين مش هيتولدوا. مش هيتولدوا خالص. ايوه، عشان دول اخواتي ولازم اخاف عليهم وانت فاهم. يا ابني انا بقالي ساعه بشرح، خلقتني. ايوه قلت لك متاكد. اكيد. يا لهوي. ايوه مش هيتولدوا، مش هيتنيلوا. اوكي. طب امسك السبب. ما هو انا كمان. صح. شهير صديقي الصدوق منور الحفله. منير عرفك باصحابي بهير وسمير. اهلا وسهلا. ايه ده، انا شفتك قبل كده، انت مش كنت في سور عطاره؟ الثاني كان اسود. صح التاني اسود. صح. شهير عايزك تنبسطوا قوي. ها عايزك بقول لك ايه، سميره وشهيره وبهيره جم الحفله، وانا رايح عايز اظبط او اعلق كل واحده فيهم. يعني انا محضر الاول واحده بهيره فخفخينه دي، هقولها لها تمام التمام. سميره بقى محضر لها قشطه، دي هتمشي معاها. الثالثه بقى لا، شهيره سيبها لي. اسيبها لك ليه يا ابني؟ انا عايز ايه؟ اسيبها. لا سيبها لي انا اظبطها لك. اوكي. منورين يا جماعه، الحفله حفلتكم، كاساتكم، مزيكتكم. ها امك دي؟ امك 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 تمام. لا مش تمام، امي بتعمل